فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النجاشي الذي أسلم ومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من الصحابة؟ لا، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبر من التابعين. نعم، فمن آمن به في وقته صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو من التابعين. نعم.